هنعمل ايه يا عم حربي في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف يا زين. حكاية كده كبرت قوي وبهوهت على الاخر واحنا مش قدها. هي من ناحية كبرت فهي كبرت. أما حكاية بقى إن احنا مش قدها دي، والله مش عارف. هو إيه ده اللي مش عارف؟ إذا كنا عاملين ألف حساب لرشوان عشان سرقنا منه عربية فيها بضاعة بكام ألف، ما بالك بقى لو خدنا تأبيدة زي دي تسوى ملايين، هيعمل فينا إيه؟ عندك حق يا زين، الحكاية تخوف. تخوف؟ دي ترعب وتنشف الدم. وطالما مفيد كان مع حنفي يبقى أكيد عنتر الشندويري موجود في الليلة، ومين عارف مين تاني موجود؟ والناس دي يا أخويا مش هتسكت لما البضاعة دي ترجع لهم. يبقى إحنا لازم نتاوي البضاعة دي في مكان الدبان لزق ما يعرفوش طريق. أو نخلص منها. نخلص منها ده يا عم زين، دي نعمة يا عم نعمة. حد يرفض النعمة؟ النعمة اللي بتتكلم عليها دي يا حربي ممكن تودينا السجن وتعلقنا في حبل مشنقة. ده لو أصحابها ما جابوناش من قفانا من الأول يا أخويا، ساعتها مش هيبقى في حبل مشنقة ولا سجن، دول علقونا من عرائبنا كده وهتبقى نهايتنا زي الزفت. يعني إيه؟ يعني زي ما بقول لكم كده، البضاعة دي نخلص منها خالص، نرميها في النيل بقى، نحرقها، نعمل فيها أي حاجة. إحنا لا هنرميها في النيل ولا هنحرقها، إحنا هنتويها لغاية لما نشوف صحابها هيعملوا إيه. طب المعلمة انشراح؟ المعلمة انشراح ملهاش غير حقها اللي عند رشوان، ومفيش داعي تعرف أي حاجة عن البضاعة. أيوة حربي بس المفروض لا بس ولا بس يا بركة، خلاص بقى أنا دماغي أكسدت وتعبانة ومش قادر أفكر. إحنا دلوقتي هنعدل العربية ونروح، وبكرة حلها ألف حلاق. عملتوا ايه؟ لقيته متعور ومتخرشم. بتقول ايه؟ طب وما قالكش ايه اللي حصل؟ بيقول واحد نط على العربيه رماها هو والتباع براها وخدها وجري، وكان معدي واحد ابن حلال بعربيته لقاهم، راح واخدهم ووصلهم لحد العمار، ومن هناك كل واحد روح على بيته، وكان مستني لما النهار يطلع علشان يروح يبلغ. يبلغ؟ يا ناقص البوليس يعرف؟ هو ما كانش عارف العربيه فيها ايه؟ لا طبعا يا فالح ما كانش يعرف. على العموم انا قلت له ما يعملش اي حاجه الا ما يرجع لنا الاول، واديته 1000 جنيه، وبعت حنفي ب1000 تانيه للتباع عشان يسكته. طب ما قالكش مين ده اللي نط عليهم في العربيه؟ بيقول ما يعرفوش، كان متلتم ومداري وشه. يا دي المصيبه يا دي المصيبه، ايه الليله المغفله جدي؟ اقعد بقى والولي زي النسوان يا عنتر، ما تنقطنا بسكوتك يا اخي. هنتصرفوا كيف؟ هنعمل ايه يعني؟ الفجر قرب يطلع، كل واحد فينا يروح على بيته، وبكره الصبح هنتقابل عندك رشوان في المسبك، نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. مفيد اطلع، مفيد اطلع اطلع. سيب العربيه دايره. بركه انت رايح فين؟ اوصل اطمن المعلمة. راح اكل حمام. مساء الخير يا معلم. يا مساء النور، يا مساء الفل، برافو عليك، صدقت في وعدك وجيت. معلمه انا تحت امرك يعني، وطلباتك بالنسبه لي سيف على رقبتي. ده انت النهارده راجلي ودراعي اليمين، ظهري اللي هتسرد عليه، انت من النهارده تمسك لي كل مصالحي. امال البنت ساره فين؟ اديت لها اجازه عشان تروح عند اهلها تزورهم يعني، وقلت يعني اخلي البيت يبقى فاضي عشان ابقى انا وانت بس. مالك يا حربي في حاجة؟ لا معلمة يعني تعبان شوية كده وجعان، ما اكلتش من الصبح، فيعني يا دوبك بقى راح كل اللوم. طبعا لازم تبقى جعان وتعبان، هو انت اللي عملته شوية؟ انا عاملة حسابي وبص مبيعي زي ايه. تعالي اقعد يا سيدي المعلمين.
اقعد يا احلى معلم في الحته كلها. يا كوماندا يا كبير يا كبير قوي قوي قوي. كانش فيه يعني لزوم يا معلمه لكل التعب ده؟ طاجن حمام محشي انما ايه يستاهل بقك. كل من يد من عدمه. كل يا حرب سمي الاول. بسم الله. تعالى. في ايه يا كوتش؟ امشي معانا من السكه. طيب 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 بس حاضر حاضر بس ما تمسكش كده يعني. المرة اللي فاتت ما عرفناش نكمل كلامنا، المرة دي هنكمل كلامنا وللآخر. أنا ما فيش كلام بيني وبينك يا سبط. لا يا رز، لا، الكلام اللي بيني وبينك كبير قوي وكتير قوي. حربي بيرتب ليه بالظبط؟ أنا ما أعرفش، هتروح تسأله يا سبط. لا يا رز، هتزعلني منك، عيب عليك تبقى راجل كبير وكذاب كده. حربي من ساعة ما خرج من السجن وواخدك تحت باطه، سره كله عندك. كلمة معرفش دي يا رزق بتصحي الشيطان اللي جوايا، ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هيخليك تعرف تنام. هدي أحشائك كده وقولي، حربي بيرتب لإيه دلوقتي؟ من ساعة ما خرج من الحارة هو والدلدول اللي اسمه زين ما رجعوش لغاية دلوقتي، هما فين؟ فعلا أنا معرفش. هو قال معرفش؟ قال معرفش. أنت بتتكلم جد ولا بتهزر يا رز؟ وأنا من أمتى بيني وبينك هزار يا صبادار؟ آه صحيح صحيح، مفيش بيننا وبين بعض هزار، يعني أنت ما تعرفش حربي بيرتب لإيه؟ ولا إيه اللي